تفاصيل حالة الطقس لهذه الصبيحة مريم. شكرا لك فضل. حبيبة، إذا تحية صباحية للجميع. إذا بدأنا يدينا شعر بانخفاض لدرجات الحرارة القصوى مقارنة بالأيام القليلة الفارطة، لكن نسبة الرطوبة تبقى عالية، انخفضت ولو بقليل دائما لو نقارنها بالأيام التي فاتت. أما عن أحوال الطقس المرتقبة وحالة السماء لنهار اليوم، الأجواء ستبقى مشمسة تماما بالمدن الساحلية بعد تلاشي ضباب يميز حاليا السواحل الوسطى وحتى الغربية. إذا سحب رعدية ستبقى دائما منتشرة، هذا على المرتفعات الداخلية، ستكون مرفوقة ببعض الأمطار، هذا على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية. هذا النشاط الرعدي سيمتد إلى شمال الصحراء ومنطقة الواحات، هنا أيضا بعض الأمطار الغير مستبعدة. الأجواء غائمة جزئيا بالمناطق التي تقع بالجنوب الغربي للوطن مع زوابع رمية ستكون بكثرة فيما يخص أقصى الجنوب. الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الغربي للوطن ستنتقل تدريجا إلى مناطق الهضاب العليا الغربية. درجات الحرارة القصوى نهار اليوم إذن كما سبقت بالذكر أنها ستنخفض ولو بقليل، إذن لن تتعدى 32 درجة بعنابة سكيكدا تيزي وزو الجلفة والبيض، 31 بالجزائر العاصمة، 30 بوهران مستغانم، 33 درجة بتلمسان. أعلى مقياس بشمال الوطن سيكون إذن بغليزل مع 39 درجة، 33 ببتنا، 30 بقلمة سقرة، 42 درجة بالواد بسكرة غردايا وصولا إلى ولاية بشار، 46 درجة بورقلة، 45 بإنصلح. على مقياس هذه المرة سيكون بتندوف وأدرار مع تسجيل 47 درجة تحت الظل، 37 إلى 40 درجة بمرتفعات الهجار وتسيل لتقارب 44 درجة بأقصى الجنوب الجزائري. فيما يخص البحر لنهار اليوم سيبقى مضطرب نوعا ما، هذا على السواحل الوسطى وحتى الشرقية، بالرغم من سرعة رياح معتدلة لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. نفس الشيء بالنسبة لسواحل الغربية، لكن البحر سيبقى قليل الاضطراب، الرياح ستأتينا ضمن التيارات إذن غربية شمالية غربية على السواحل الشرقية انطلاقا من بجاية وصولا إلى أقصى السواحل الشرقية، الرياح ستأتينا ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية. هذه أحوال الطقس هنا بالجزائر. خارج الوطن إلى شمال إفريقيا وبتحديد إلى تونس، الأجواء ستكون غائمة كلية مع 33 درجة، الأجواء مشمسة تماما بطرابلس مع 32 درجة، نفس الأجواء بالقاهرة مع 37 درجة، غائمة جزئيا بالخرطوم مع 37 درجة، الأمطار في الموعد بنجمينة مع 38 درجة، نيامي أيضا، نواكشوط 28 درجة، وفي الأخير بالعيون المحتلة الأجواء ستكون غائمة كلية، درجات الحرارة القصوى لتقارب 36 درجة مئوية. الختام سيكون بالمعلومات الفلكية لنهار اليوم. غروب الشمس لخص الجزائر العاصمة وضواحيها راح يكون في حدود الساعة 8 مساء و8 دقائق. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. كانت تفاصيل أحوال الطقس هنا بالجزائر وخارج الوطن، أشكركم على المتابعة، نهاية أسبوع موفقة للجميع. العودة ليك حبيبة سيكون مباشرة بعد الفجر.